سيب حضراتكم دلوقتي مع آخر وأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت النهاردة على الصعيد المحلي، ونلتقي بعد الفاصل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابتة والراسخة لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري العراقي بحضور عدد من الوزراء من الجانبين وممثلي القطاع الخاص بين مصر والعراق. صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2023 والذين سيتم استقبالهم اعتبارا من 24 من يونيو 2023. نفت هيئة الرعاية الصحية ما تردد من أنباء بشأن ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. أكد وزير التربية والتعليم على أن حالات الغش الإلكتروني التي تم ضبطها تكون مسؤولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها وتحويلها إلى النيابة العامة. انطلقت ثالث جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث ناقشت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة على مدار جلستين أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، كما ناقشت لجنة الزراعة والأمن الغذائي على مدار جلستين دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء انخفاضا طفيفا بالحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، يكون حارا في النهار على القاهرة الكبرى والواجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.